جماهير النادي الاهلي غير راضيه عن مستوى اداء الفريق خلال الماتشات اللي فاتت، بغض النظر عن التعادل، وانت يعني كنت نجم في النادي الاهلي وعارف هذا الكلام، ان انت ما فيش مشكله ان انا اتغلب لا قدر الله، يعني ما بتحصلش الا قليل، لكن ولا تعادل حتى، ولكن المشكله ان انا ما فيش روح الفانيلا الحمراء موجوده في اغلب المباريات في الفتره الاخيره. كيف يمكن استعاده هذا الامر؟ اكيد يا كابتن اسلام لازم يبقى في دوافع متجدده، يعني دوافع عند اللعيبه متجدده، من المدرب ولا من بينه وبين نفسه؟ من اللعيب. خلي بالك برضو يعني تاني حد او تالت حد الاسبوع ده يتكلم معايا في هذا الامر، انه اللعيبه نفسها هي اللي محتاجه ان هي تجدد من دوافعها. اكيد يا كابتن اسلام، انا مش عايز اوصل ان خلاص انا لعيب داخل النادي الاهلي فحققت كل حاجه. لا، انت عليك مسؤوليه كبيره داخل النادي، عليك مسؤوليه كبيره داخل اتجاه جماهير، قاعده جماهيريه كبيره جدا بتساندك في أسوأ الفترات، حتى لو في لا قدر الله نتيجه سلبيه فبتساندك في كل الفترات. مسؤوليه كبيره على اللعيبه، مهم جدا ان يوصل لها ده.